اختلف الكثير من المحللين في الآونة الأخيرة خلال فترة جائحة كورونا بما إذا كانت الاقتصادات الخليجية قد تراجعت الميزانيات فيها إما بسبب الآثار الاقتصادية المتردية على إثر تبعات جائحة كورونا أو السبب الآخر وهو تراجع أسعار النفط. تثبت لدينا الأسواق اليوم أن معامل الارتباط مع أسعار النفط قوي جدا. جلسة هذا الأحد تأتي مستجيبة لما أغلقت عليها أسعار النفط جلسة يوم الجمعة إذ وصلت أسعار برنت لدينا إلى 85 دولار للبرميل وهي للمرة الأولى في 3 سنوات. أذكر طبعا بأنه مجموعة أوبك الدول المنتجة للنفط وهي الدول الخليجية التي تصدر مشهد اليوم ارتفاع الأسواق الخليجية فيها طبعا الأداء. هذه الدول بدأت برفع حصة الإنتاج وبالتالي أرباحها وإيراداتها من زيادة الإنتاج ستنعكس على موازناتها وتحقق أيضا تراجع في العجز. برنت انظروا إلى الحركة التي مر بها. تراجعت أسعار النفط بالتأكيد خلال فترة كورونا بسبب تراجع الطلب العالمي على إثر طبعا حالة الإغلاق العالمي. ثم بدأت تتحسن لدينا الصورة منذ منتصف هذا الصيف وخاصة بعد أن بدأت أوبك برفع حصتها من الإنتاج. هذه أعلى مستويات تسجلها النفط منذ 3 سنوات والارتفاع إلى هذه المستويات بالتأكيد سينعكس ويصب بفائدة قوية على المشاريع البنى التحتية رؤى المنطقة الخليجية واقتصاداتها وتقلص في العجز. نلقي نظرة على المستويات التي سجلتها اليوم طبعا الأسواق الخليجية. جلسة الأحد المؤشر في السوق السعودي وصل إلى مستويات يعني ناهزت 11700 نقطة. تعد هذه مستويات نفسية بالطبع خلال فترة إعلان النتائج عادة السوق تحدث فيها مضاربات أو إمساك على الأسهم ولكن مع ارتفاع أسعار النفط نجد بالفعل بأنه الاستجابة بدأت واضحة لدينا نفسيا ومعامل الارتباط نستطيع أن نقول أنه يرتفع مع ارتفاع أسعار النفط. نتحدث عن مستويات لم ينجزها السوق السعودي أو يختبرها منذ قرابة 15 عاما. هذه الأخبار الإيجابية وهذه الأرقام النفسية تنعكس على مزاج التداول في السوق السعودي الذي يشهد في الآونة الأخيرة حركة اكتتابات كبيرة وإدراجات لشركات تعمل في قطاعات جديدة. البورصة في قطر أيضا وإن كانت قطر استقلت عن أوبك في الآونة الأخيرة ولكن طبعا تبيع نفطها الخارج وتعتمد أيضا على أسعار الغاز التي باتت اليوم مرتفعة جدا بسبب عمليات ميكانيكية أو تقنية تتعلق بعملية إنتاج واستخراج الغاز. أيضا قطر كان في تسارع قوي جدا لدينا فيما يتعلق بحركة المؤشر في البورصة ونستطيع أن نلحظ من حجم الشمعات التي كانت قد أغلقت عليها السوق بأن هنالك زخم لدينا للشراء وبالفعل مستويات 11700 نقطة يخترقها السوق القطري وهي الأولى منذ 6 سنوات. خليجيا ومن كان له أيضا التأثير الأكثر السوق في الكويت أيضا كانت متأثرة ولكن ليست استجابتها كبقية الأسواق. لدينا 3 أسواق ومؤشرات تحتسب بطريقة مختلفة في الكويت بعيدا عن بقية الأسواق الخليجية. هو اقتصاد ريعي بالدرجة الأولى اعتماده على النفط أكثر من 95% ولكن طبيعة الشركات المدرجة في السوق الكويتي تعتمد على الخدمات الاستثمارية والمالية وأنشطة متعددة ومع ذلك نجد بالفعل آخر 3 جلسات الشمعات كانت لدينا ممتلئة يعني حتى لم تحاول أن تغلق السوق ما دون هذه المستويات. ونتحدث عن المؤشر الرئيس لأول مرة في تاريخه إلى 5800 نقطة. لكن على شكل آخر وجانب آخر الأسواق الإماراتية نعم سجلت ارتفاعات وكان في استجابة كبقية الأسواق الخليجية لكن حجم الاستجابة لم يكن بنفس المدى القوي والقياس الذي حققته الأسواق الخليجية والتي سجلت ليس فقط أرقام قياسية وإنما عوضت خسائرها السابقة. دبي إلى 2800 نقطة ولكن كان أسبوع ساخن على السوق في دبي في الآونة الأخيرة. مؤشر سوق العاصمة أبوظبي طبعا إلى 7834 نقطة وانشغلت العاصمة الإماراتية بالكثير من برامج الطروحات الاكتتابات الإدراجات لقطاعات حيوية جدا ناهيكم طبعا الاستثمارات الضخمة التي كانت حكومة أبوظبي تحديدا تنتهجها في الآونة الأخيرة. إذن هذا فيما يتعلق بالجانب الذي سجلت فيها الأسواق الخليجية استجابتها على إثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات وصلت إلى 85 دولار للبرميل. وإلى السوق الإماراتي تحديدا وهذا الارتباط ومعامله الواضح لدينا. معنا السيد طلال توقان رئيس الاستثمار في بي اتش كابيتال للخدمات المالية. أهلا ومرحبا بك معنا طلال يعني بي اتش ام طبعا كابيتال. طلال بالدرجة الأولى يمكن لاحظنا استجابة الأسواق الخليجية كمؤشرات
حتى لو ما عملنا إجراء الاقتصاد القياسي في معامل ارتباط مع النفط، واضحة النفسية التي تدخل بها. ليش اليوم نجد على الرغم من إغلاق إيجابي في الأسواق الإماراتية لكن لم يكن بزخم القياسي الذي سجلته بقية الأسواق؟ يعطيك العافية. هلا طبعا أنت اللي حكيتي صحيح، بس المعامل الارتباط من ناحية إحصائية ما بنطبق فعليا بشكل جيد على ارتباط أسواق رأس المال مع أسعار النفط. هلا طبعا أكيد بيأثر، خاصة إنه لما يكون الارتفاع قادم من تحسن في كفة الطلب وتعافي الطلب ودخول صناعات جديدة تزيد من الطلب العالمي والانفتاح طبعا. بس عادة لما يكون في ارتفاعات من مخاطر جيوسياسية على سبيل المثال، ارتفاع أسعار النفط قد يصاحب انخفاض في أسواق رأس المال. هلا بالنسبة لأسواقنا كانت العوامل تقريبا مشابهة، بس طبعا سوق أبو ظبي عم بتأثر بطريقة مختلفة نوعا ما عن سوق دبي، والسبب أن سوق دبي طبعا نتيجة لانخفاض أحجام التداول نسبيا مع القيمة السوقية، أي تغيرات على صعيد على سبيل المثال قرارات لمؤشرات مثل مؤشر مورغان ستانلي أو فوتسي راسل مؤخرا لتغيير أوزان أو شطب أو إضافة شركات يؤثر بشكل أكبر، لأنه الأحجام التداول والنشاط ضعيف يتأثر بشكل أكبر، لا يمكن امتصاص مثل السوق السعودية وحاليا سوق أبو ظبي. من ناحية تانية شفنا أحداث فردية على سوق دبي أثرت معنا على المعنويات، شفنا مثل الإعلانات الصادرة متعلق بعض الإجراءات القضائية على مساهمي ماركا وغيرها، بعض الأحداث الجوهرية على الشركات، هذا بيأثر عادة على السوق بيعطيه طابع خاص. بس بشكل عام باعتقادي أن التوجه إيجابي والأثر عم بينعكس تدريجيا. يعني أنا برأيي في بعض العوامل ما بيعطوا أهمية كبيرة، بس هي مهمة جدا في الفترة الحالية، هي عودة التضخم إلى المنطقة الإيجابية بعد 31 شهر، وهذا بغير عادة في منحى الإنفاق الاستهلاكي والادخاري والاستثماري كمان.